خلاص داخل الجيش بتجهز نفسك لمركز التدريب. انا هعمل معاك الصحب. في كتير مننا بيعتقد ان الجيش هو اصعب فترة في حياته بسبب اللي بيسمعه من الناس اللي دخلت الجيش، وبيحاولوا يكبروا الموضوع قدامه عشان يبانوا انهم رجالة بقى وايه وقد اي حاجة والكلام ده. الجيش في ظروف صعبة بس عادي، يعني بيس كله بيعدي، ليلة ورا ليلة هتلاقي جيشك خلص وخلاص هتروح. انا كنت في الجيش وخلصت جيش، وكنت في سيناء شاركت في العملية الشاملة. ما اقدرش انكر ان كان في ايام صعبة وظروف اصعب، بس برضو كان في ضحك وهزار وناس جدعان، والايام الحمد لله عدت. انا مش حابب احكي عن تجربتي، انا حابب اديك شوية نصايح هتفيدك جدا، وهقولك على المستلزمات اللي دايما لازم تكون معاك والمستلزمات برضو اللي ما تاخدهاش معاك. اولا مركز التدريب، لو هتنسى اللي هقوله يبقى هات ورقة وقلم او سجل في اي حاجة وهتدعي لي ان شاء الله. في حاجات ممنوعة علشان ما تحصرش عليها، ما تاخدهاش معاك من البداية. الاكس والبادي سبلاش والبرفن، اي حاجة فيها ازاز او بخار. السبب ان الازاز بيعور والاكس بيولع. مكان الحلاقة الشفرات اللي بتغير له مواس، السبب واضحة طبعا عشان ما تشرحوش بعض. تجربتي مع الكتب ما كانتش لطيفة، بلاش كتب. السبب لازم طبعا يتشيك على الكتب، لا تكون تكفيري ولا جايب حاجة مخلة ولا شيعي ولا بتاع، وطبيعي مع العدد اللي داخل وكله عامل مثقف محدش هيشيك على حاجة وهيترمي قدامك. معظم المواد التموينية، سكر، زيت، معلبات، تونة، جبنة، الكلام ده كله هتلاقيه بيتباع جوه بنفس السعر او اقل كمان. لو معاك احتمال كبير جدا انها تترمي. ولو الحاج عملالك سندوتشات او انت معاك اي سندوتشات، حاول تخلصها قبل ما تدخل مركز التدريب. ما تاخدش معاك لبس ملكي، يعني ما تاخدش كوتش، بنطلون جينز، بنطلون ميلتون. السبب ان العساكر وصف ضباط، والضباط ملتزمين بلبس موحد. عايز تاخد لبس البسه كله وانت داخل، وهقولك على المسموح تاخده معاك بس بعد ما نخلص الممنوع. اخواتنا اللي بيدخنوا، حاول ما تاخدش اكتر من علبتين وانت داخل، كده كده السجاير موجودة جوه بنفس السعر تقريبا. مش محتاج اقولك ان مكنة الكهرباء دي هتخليها في البيت. ها كده انا قلتلكوا على كل الحاجات اللي انا فاكرها كانت ممنوعة. نيجي بقى الحاجات اللي لازم وحتما ولابد تاخدها معاك. رقم واحد، شنطة كتف عادية، بلاش شنط السفر والشنط اللي بتتجر لانها هتجرجرك معاها. رقم اتنين، محفظة تكون ماسكة نفسها ولما تنام تكون في جيبك وتحط فيها مش اقل من 700 جنيه، لو اكتر طبعا يكون افضل. تحط في الشنطة دي ايه بقى؟ اقول لك انا، 2 طقم كلسون، وده حاجة مهمة جدا لا غنى عنها، ومفيش حاجة اسمها ما بلبسش كلسون. 3 او 4 غيارات داخلية، الافضل يكون ابيض بس مش شرط، علشان ما تملاش الشنطة بتاعتك على الفاضي. بلاش تاخد معاك مكان حلاقة، كده كده بيتباع جوه بنفس السعر الا لو حابب تجيب مكان جيلت. كريم حلاقة او فوم، فرشة سنان بالمعجون بتاعها، بودرة الرجل، مزيل عرق، شامبو باكت، وتاخد معاك صابونة وتشوف لها طريقة تشيلها بيها. تاخد معاك فوطة وما تستخدمش الفوطة بتاعت الجيش. تاخد معاك اريال غسيل. نصيحتي ليك ما تستخدمش الشرابات الميري، حاول ان انت تاخد معاك 3 او 4 شرابات هينفعوك قوي. 3 اقفال كمبيوتر ويكون حجمهم اللي هو متوسط او صغير، ما تاخدش حاجة كبيرة. تاخد معاك شبشب ويفضل يكون كروكس علشان الحمام بيبقى مليان مياه. المعلقة حاجة مهمة جدا وما ينفعش تنساها، ودايما تكون في جيب الافرول بتاعك. تاخد طبعا معاك قصافة ورباطين للبيادة، انت بتستلم مع البيادة رباط طبعا، لكن لو اتقطع هيبقى موقفك وحش قوي. تاخد معاك 3 او 4 فرش للبيادة، مش شرط يكون البيادة، هو فرش الجزم عادي اللي انت بتشتريه، بس تاخد معاك 3 او 4، ويفضل انه يكون طبي او يعني استنضف. ما تاخدش معاك اي حاجة تانية، الشنطة كده لا تقيلة ولا خفيفة وفيها كل المستلزمات اللي انت ممكن تحتاجها صدقني. طيب كده دي الحاجات اللي هتاخدها وانت رايح. طيب في حاجات بقى انت مش هتاخدها معاك ومش هتلاقيها جوه تقريبا. كل حاجة انت بتعملها دلوقتي هتسيبها وانت ماشي وهتبدأ حياة جديدة. هقدم لك شوية نصايح هيوفروا عليك تعب كتير، وهتلاحظ ان شاء الله النتيجة بنفسك. لما تيجي تستلم البيادة، استلم مقاس اكبر من المقاس بتاعك مرة او مرتين، وحط فيها فرشين البيادة او التلاتة اللي هيبقوا معاك. هتلاقيها سبحان الله بقت مقاسك، بس في فرق بقى، انها هتبقى واسعة على رجلك ومش مكتومة، وكذا فرشة هيريحوا رجلك جدا وانت واقف، ولما تيجي تقلعها مش هتخنقك، وهتلاحظ الفرق بقى في زمايلك اللي خدوا بيادات على مقاسهم بيعانوا ازاي. يوم الترحيل لازم تكون نايم كويس جدا عشان هيبقى يوم شاق. لمين بقى؟ للي معاهم شنطة متخلفة، غير كده اي راجل مش هيحس باي صعوبة فيه وهيعدي عادي جدا. بس خليك بارد
وحط في دماغك ان اللي كانوا مكانك في يوم من الايام مش ارجل ولا اجدع منه. في حواديت عن الجن والعفاريت، انسى الكلام الفاضي ده، الحاجات دي موجودة حواليك دلوقتي وانت بتسمعني، مش هتستنى لما تخش الجيش يعني عشان تطلع لك. مش كل الناس حرامية ومش كل الناس وحشة، بس ده ما يمنعش انك تحرص على نفسك. هتقابل ناس هتسيب معهم كل حاجتك وانت مطمن. في حاجة كمان، اول ما يوزعوك على العنبر لازم تكون اول واحد يدخل العنبر، خد سرير في اخر العنبر. السرير بتكون دورين، اختار انت الدور التاني. في ناس هتقولك سيب كرامتك والحكايات الفاضية دي، لا، الجيش ما بيجيش على كرامة حد، انت لو محترم كله هيحترمك، بس خليك انسيابي، يعني الحياة خد وهات. ما تحاولش تفكر كتير، اتكلم مع اي حد تشوفه هتلاقيه متقبل الموضوع. ما تحاولش تكون مشهور، وحاول اللي انت تضحك في وش اي حد تشوفه. وافتكر الجملة دي دايما، خليك دايما في نص الصف، لا في الاول ولا في الاخر. انا كده خلصت، بس حابب اقولك حاجة في الاخر، الجيش مش اصعب حاجة في الدنيا. من وجهة نظري هي تجربة انت بتتعلم فيها ازاي تصبر وتتحمل وتعتمد على نفسك، وهتستفاد انت حاجات كتير هتنفعك في حياتك بعد. اتمنى ان اكون وفيت. انا ما طلبتش منك تعمل لايك ولا شير ولا تشترك، كفاية عليك اللي انت فيه. ربنا معاك. Girl about a 10, I should fuck her in the best.